السلام عليكم. موضوع فيديو اليوم جهاز استقبال فضائي من نوع ايكون ايرون، به مشكل. سأقوم بتشغيله الآن. لاحظوا يظهر اللوجو. بعدها الجهاز يتوقف على لمبة ستاند باي. أعيد تشغيله من جديد. ثم يتوقف على اللمبة الحمراء. إذن هذا هو مشكل الجهاز. لنكتشف، هذا هو شكل الجهاز من الداخل. مبدئيا نتفق على شيء، هذا المشكل ليس من السوفتوير. أيضا جميع الجهود موجودة على اللوحة الأم بشكل عادي. هذا المشكل سببه هو التيونر. التيونر تلف بسبب هذا المنظم للجهد. هذا المنظم للجهد دوره هو تغذية تيونر، يأخذ 5 فولت ويحولها إلى 1.3 فولت لتغذية تيونر. إذن وقع به خلل، أصبح يخرج أكثر من 1.3 فولت، مما تسبب في تلف تيونر. لاحظوا عند الفحص على وضع الجرس يعطي قصر، موجود قصر في خط 1.3 فولت التي تغذي تيونر. لاحظوا، سأشغل الآن، ستلاحظون بأن الحرارة ترتفع على منظم للجهد. الآن فلاكس بدأ في الذوبان، وأيضا موجود اي سي تيونر. لاحظوا أثر للحرارة على الآي سي. لاحظوا عند فحص عبر هذه المكتفات بجوار اي سي تيونر نجد قصر. الآن سأقوم باستبدال منظم للجهد وتيونر.
الآن بعد إزالة تيونر سأفحص من جديد. لاحظوا لقد اختفى القصر. إذن سأفحص الجهد. لاحظوا الخرج هو 3.7 فولت وهذا كثير، ولهذا السبب احترق التيونر. المفروض أن يخرج هذا المنظم للجهد 1.3 فولت، الدخل 5 فولت والخرج 1.3 فولت، بينما موجود هنا في الخرج 3.7 فولت. الجهاز شغال الآن بدون تيونر. أول شيء سأقوم به الآن هو استبدال منظم للجهد. ملحوظة مهمة، هذا المنظم فهو متغير adjustable، يوجد نوعان لهم نفس الرقم 1117، واحد متغير والآخر ثابت. الذي أمامنا الآن فهو متغير، لا ينفع أن نركب بدله الثابت. سأفحص الجهد من جديد. لاحظوا 1.3 فولت، وهذا هو الجهد الصحيح الذي يغذي تيونر. الآن سأركب تيونر.
جيد، الآن سأقوم بالتجريب. جيد، والجهاز شغال كما تلاحظون. الجهاز الآن شغال عادي. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يفيدكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.